أعزائي المشاهدين، وما زلنا نتابع معكم على قناة المهرجان في عامها الأول، حيث تنطلق هذه القناة لك أنت عزيزي المشاهد لتتابع كل فعاليات المهرجان على موبايلك وأنت في السيارة أو وأنت في بيتك على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب. معنا نجمة من نوع خاص للغاية، قد تشاهد النجمة إلهام شاهين في كافة أعمالها، فيسعدك ويروق لك شياكتها وأناقتها وماذا ترتدي في هذه المناسبة. قد لا يعلم الكثيرون منكم أن وراء هذه الأناقة نجمة من نوع خاص، وهي النجمة إيناس شاهين، شقيقة النجمة الكبيرة إلهام شاهين. وأنا شخصيا سعيد بحواري معها لأنها إعلامية كبيرة، ولكنها يعني مختفية عن الإنذار شوية. ازيك يا أستاذ عمر، ازاي صحتك؟ الحمد لله، سعيد قوي. ميرسي على المقدمة الحلوة، طبعا المقدمة جميلة جدا، ولازم أقول لهم إن أنا اتلمست على إيدك بقى. لو أنا كده يبقى أنا اتلمست على إيديك. العفو العفو العفو. كل ما أشوفك أقول يعني أنت يعني خدتي فترة راحة من الإعلام كده ومن تقديم البرامج التلفزيونية، ولكن قد لا يعلم الكثيرون ممن يشاهدوننا الآن أن كان لك باع في برامج قنوات فضائية كبيرة يعني. بالظبط كده. في ناس كتير ما يعرفوش إن إلهام عندها أخت أصلا يعني. بالظبط. فساعات بيقولوا إيه ده، أختها إزاي يعني؟ بس أنا أقنعتك تسجلي معانا كمان بالعافية يعني. بالظبط، مرعوبه من الكاميرا بقالي كتير ما عادش قدام كاميرا يا استاذي. قولي لي بقى، يعني انا اعلم ان انت يعني بارعه في الستايلست لإلهام ولبعض نجوم من اصدقائك. انا فعلا بعد ما انقطعت عن الاعلام وما يعني البرامج بتاعتي، انا البرامج بتاعتي كان كلها فاشن ديكور بيوتي، ودراستي كمان في مجال الفاشن والبيوتي والتجميل وال يعني ازياء، كل حاجه خاصه بوراء الكاميرا. فلما رجعت تاني اشتغل، رجعت ستايلست وارت دايركتور في السينما والتلفزيون، وفيلم الافتتاح النهارده انا الستايلست بتاعته، فانا مرعوبه اوريدي يعني. هل وجدتي صعوبه وانت بتتعاملي مع اكثر من نجمه في هذا الفيلم يعني؟ طبعا كان في صعوبه، لان انا كان معانا 11 نجم ونجمه كلهم من اهم النجوم، وكل واحد فيهم ليه مود مختلف. وطبعا استاذه كامله ابو ذكري يعني ليها يد ان كل واحد فيهم يكون حاله منفردة أو حالة خاصة لغاية ما نعمل الهارموني ده عشان يطلع الفيلم في الآخر. فطبعا كان في صعوبة معاهم. كان في صعوبة؟ وكان في صراعات وخناقات كده يعني؟ عايزين شوية شطة. لا، صراعات وخناقات أكيد لا، أكيد لا، ما فيش صراعات وخناقات، بس هو فيلم مجهود رهيب، ومش المجهود مني أنا بس، ومنهم كمان بظروف الفيلم ان احنا صورناه على مدة طويلة، فكنا ممكن نتوقف ونرجع نصور تاني، فكان في مجهود غير اي فيلم. الناس احنا يعني سعداء جدا جدا بوجودك معانا استاذ، وهنبدا نرقب عملك في يوم للستات، وهنشوف الملابس والستايلست ازاي. يا رب يعجبكم يا رب، ونقول احسانكم، لان انا مبسوطه ومرعوبه. لا ان شاء الله تعملي حاجه عظيمه جدا جدا. ميرسي جدا يا استاذ عمر، وميرسي على اللقاء. ربنا يخليك. وما زلنا نتابع معكم اعزائنا المشاهدين على قناه المهرجان، قناه مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال38، فتابعونا.